كل الدعم ده كابتن اللي لقاه محمد عواد من حضرتك وكل الوقوف بجانبه في اصعب فترات كانت بيمر بها محمد عواد، ايه اللي وصل العلاقه ان هي توصل لكده ما بين محمد عواد وما بين كابتن سعدان الصغير؟ لا علاقتي هو ما فيش حاجه حصلت على فكره. يعني لا العلاقه دي يعني تصريحات كتير بتطلع وكلام كتير بيتقال سواء من عواد او سواء من حضرتك، هو ده عواد ما يقدرش يقول حاجه عليك، خد بالك. لا مش عليك كشخص، لا لان عواد طبعا معلش انا هو عارف كويس انا عملت معاه ايه ووصلت معاه لايه وزعلت منه يعني زعل مني كام حد في مصر كلها عشان خاطر عواد، فهو ما يقدرش يقول حاجه عليا قد كده لان هو عارف مين اللي واقف ظهره مين اللي واقف جنبه. وما تنساش فضل الناس عليك طبعا، ما ينفعش انك تقول يعني انا لحد دلوقتي لما كنت بشوف الكابتن جوهر الله يرحمه كنت اجي اسلم عليه ابوسه من دماغه لان هو ليه الفضل عليا في امسك اتولى مسؤوليه منتخب الشباب مع كابتن ضياء السيد. الكابتن ضياء السيد اسلم عليه احضنه وما انساش فضله كابتن مصطفى يونس، ناس كتير جدا. فاوعى تنسى فضل الناس عليك اللي وقفت جنبك طبعا، ربنا هيديك ملايين بس الفلوس مش كل حاجه. صحيح، انت مش هتنزل الطوله بتاعتي بالفلوس طبعا، لا سيب ذكرى كويسه ليك في اسماعيليه لان في بعض الناس في النادي الاسماعيلي مشوا من النادي الاسماعيلي راحوا الاهلي وراحوا الزمالك، بس انا لما بشوفهم في اسماعيليه وهو مش شايفني بروح انا اسلم عليه. صحيح، عكس لما انا اشوفك وادي وش الناحيه الثانيه. فلا عواد ما يقدرش يقول اي حاجه ولا عليا ولا على النادي الاسماعيلي لان خير النادي الاسماعيلي عليه من تحته لفوقه. فكرة عودة عواد مرة تانية لنادي الإسماعيلي أعتقد أصبحت مش موجودة. لا لو عواد رجع النادي أنا مش هبقى في النادي. وقلتها كذا مرة في إسماعيلية والناس زعلوا مني برضه في إسماعيلية، بس ما زعل إسماعيلية علينا وعلى راسي من فوق. بس عواد لو رجع النادي لا، لأن الطريقة اللي أنت مشيت بيها وإنك تتكلم تقول إن أنا في ناس بيحاربوني في إسماعيلية، ده أنت أكتر حارس مرمى اتدلعت في إسماعيلية. صحيح، صبحي ما اتدلعش الدلع اللي أنت دلعته لما جاله عقد يلعب بره. انا لما جالي عادي في التسعينات العب في ديربي كونت في انجلترا كان المهندس سمعين عثمان او المهندس ابراهيم عثمان ما كانش موافق. انت جالك اعاره في السعوديه الباشمهندس طلعك وجاب لك مبلغ محترم والنادي برضو استفاد برضو. صحيح، لازم نقول كده وكده. انما لا ما بحبش اللي ينسى الناس اللي وقفت جنبه. يحيى احمد ربنا وقول الحمد لله في لعيبه في مكانك وفي مركزك قاعدين في البيوت كانوا بيلعبوا معاك في المنتخب الشباب، وفي لعيبه حاليا موجودين في مصر يتمنوا يبقوا في جيبهم 100 جنيه و200 جنيه. صحيح، احمد ربنا في ناس كتير مش لاقي يا كابتن. طبعا طبعا، وده الفرق بين خروج متولي من الاسماعيلي وخروج عواد من متولي مش باحترام. يعني ما انا بتكلم في كده، متولي خرج بحترام. اعتقد ان جماهير خلص. صحيح، يعني اعتقد ان جماهير الاسماعيلي زعلانين على عدم وجود متولي طبعا في النادي الاسماعيلي، ولكن طبعا اعتقد ان اي حد هيقابل متولي في الشارع او اي حد هيقابله بره مش هيبقى فيه حساسيه بينه وبين جماهير الاسماعيلي. بتقولي جه سلم علينا بعد ما مضى في الاهلي، جالنا ملعب اتنين كده بنتمرن في الملعب ففاجئنا بيه ودخل لنا الملعب سلم علينا وكلنا حضرناه ومع السلامه وبالتوفيق وربنا معاك، لان متولي عقده خلص خلاص كان هيمشي السنه الجايه فري. صحيح يعني. وهي العلاقه الطيبه دي اللي بتدوم يا كابتن، يعني انا ما امشي من مكان والناس فاكراني بحاجه كويسه احسن ما امشي من مكان والناس مش طايقه ارجوع مره ثانيه. هو انت كلاعب بتفضل طول عمرك لعيب؟ لا طبعا. وانا كمدرب هفضل طول عمري مدرب؟ لا، هقابلك في مناسبه وممكن اودي وش الناحيه الثانيه واكنك مش موجود او هقوم اسلم عليك واحضنك. هي دي الحاجة الكويسة اللي بتدوم ما بين الناس مش الكرة بس يا